السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم اليوم مجموعة من الأخبار حدثت هذا الأسبوع داخل المغرب وخارجه مرفوقة ببعض الفيديوهات. نبدأ بالخبر الأول من ليبيا. سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا، ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا من جديد بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد ثوار غاضبين إبان ثورة 17 فبراير 2011. ويقول مراقبون إن نجل القذافي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى الاستقرار النسبي للبلاد في عهد والده بعد عقد صعب شهد العديد من الصراعات السياسية والمسلحة. ويعتبر سيف الإسلام ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات، حيث أعلنت المفوضية الانتخابات السبت أن هناك مرشح آخر تقدم بأوراق ترشحه إلى مكتبها. والسؤال المطروح حاليا، واش ممكن سيف الإسلام ولد معمر القذافي واللي رئيس دولة رغم كل الجرائم اللي ارتكبها هذا الأخير هو ووالده الراحل معمر القذافي في حق الإنسانية؟ والغريب أيضا أن مع أن نجل الراحل معمر القذافي سيف الإسلام جاء مرتديا نفس اللباس اللي كان لبس والده الراحل في خطابه الشهير زنقة زنقة. نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجع لكم له أخبار أخرى. ندير نذكر الموضوع بسرعة. دكتور سيف، دكتور سيف تفضل. يا سادة خطوة أخرى الثانية يا جماعة، اخرج معك ايش خلي المحامي ومدير عمليات النزاهة اسماعيل مدون سلوك ما نزول كله محامي قصدي باش وقع عليها وبصوا عليها بروحتي. أنا بسط على دخل بياناتهم حضي رقم موز وقار رقم واحد بيجي استعجلنا فيه كرسي بداخل ما بي لا بداخله في المنظومة يا دكتور معلش ايه ابدأ خلينا نتاع ال هاي هاي دكتور هاي هاي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. بارك الله فيكم. عطينا نتاع ال نعم البطاقة الانتخابية الخبر الثاني من تونس. جرت مظاهرات حاشدة بالعاصمة التونسية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد والعشرة يتجمعون لتأييده، حيث في 25 يوليو الماضي أعلن سعيد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد. وكالة فرنسية قالت لم يعد هناك برلمان، يريد سعيد أن يفعل كل شيء بمفرده لأنه غير قادر، غير القوانين وكل السلطات أصبحت بيد رجل واحد. نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجعوا نسمعوا الأخبار الأخرى. تصعيد جديد للاحتجاجات ضد الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد يجدد حراك مواطنون ضد الانقلاب رفضه للمسار الذي يقوده سعيد منذ 25 من يوليو الماضي. تحرك مواطنون ضد الانقلاب الرابع اليوم، ولكن قاعد يفضح شيئا فشيئا ممارسات الدكتاتورية وانفرادها بالحكم وتعديها على الحريات. هذا قاعد يتأكد في كل تحرك، يتأكد أكثر واليوم ظهر أكثر. وضع يده على القضاء، وضع يده على الإعلام، وضع يده على الحكومة، وضع يده على البرلمان، وضع يده على الحريات. في المقابل اتهم الرئيس قيس سعيد أطرافا لم يسمها بمحاولات ضرب الدولة من الداخل، ويدعم قطاع من التونسيين الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد منذ أكثر من 3 أشهر. ستأتي على من يريدون ضرب الدولة التونسية ووحدتها وتحقيق أمال شعبها ريح عاتية، ولن تترك منهم بقية باقية. وبين معارضي الرئيس سعيد وداعمي قراراته تتفاقم أزمة الحكم في البلاد.
نمشيو لقراءة بعض الأخبار في الجرائد. نشرت جريدة الأحداث المغربية أن السلطات القضائية الإسبانية أصدرت مذكرة بحث واعتقال ضد 13 مهاجرا جلهم مغاربة تسببوا في أعمال شغب على متن الطائرة تربط الدار البيضاء بإسطنبول ونزلت اضطراريا ببالما دي مايوركا الإسبانية حيث تمكنوا من الفرار منها والتفرق على مدرج مطار الجزيرة لأنه على الرغم من اعتقال حوالي 12 شخصا هناك 13 آخرون في عدد الفارين المبحوث عنهم والذين تم الوصول إلى هوياتهم التي كانوا مسجلين بها في رحلتهم نحو إسطنبول. نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجعوا نكملوا الأخبار الأخرى. حسنا نادى الرجاطة نادى الرجاطة هربوا هربوا الدراري إسبانيا واو هربوا 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 الدراري وهناك أيضا في جريدة هيبا بريس مقال بعنوان النمسا فرض حجر منزلي صارم على غير المطعمين ضد كورونا. اتفق المستشار النمساوي ألكسندر شانبرغ مع رؤساء حكومة الولايات في بلاده على فرض إغلاق خاص على السكان الغير المطعمين ضد فيروس كورونا وستطبق الإجراءات اعتبارا من يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 ومن المحتمل أن يعني الإغلاق أن الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم للقيام بالمهام حيوية محددة أو لحالة الطوارئ الطبية. وجاء أيضا في نفس الجريدة خبر بعنوان الحسيمة الأمن يعتقل مستشار جماعية بحوزتها مخدرات قوية. أوقفت المصالح الأمنية بإمزور ضواحي الحسيمة ليلة أمس الجمعة مستشار جماعية للإشفاء اشتباه بحيازتها كمية من مخدر الكوكايين. وبحسب مصادر محلية فإن توقيف المستشار الجماعية جرى بعد أن لاحظ رجال الأمن ارتباك هذه الأخيرة التي كانت على متن سيارتها ما دفع بالعناصر الأمنية إلى إخضاع السيارة للتفتيش حيث تم العثور على كمية من الكوكايين القليل. خبر أخير في جريدة المساء تطرقت إلى التحقيق في شبهة تفويت عقارات عمومية بثمن رمزي لنافذين مشيرة إلى أن المحققين الأمنيين أحالوا نتائج البحث التمهيدي في شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمنة رمزية لشخصيات نافذة على النيابة العامة باستئنافية مراكش لاتخاذ ما تراه مناسبا بعدما استمعوا إلى الطرف المشتكي. صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام وإلى العديد من المسؤولين الكبار كما تم حجز مجموعة من الوثائق والمستندات المهمة لفائدة التحقيق. في أمان الله إلى اللقاء.